اكتسابات بالمئات قيود الرجعية سننتصر ونحقق قلاع الحرية سننتصر ونكسر قيود الرجعية هذه الوقفة اللي دعينا لها باسم الربيع وباسم جمعيات الحقوقيات إدانة للممارسة الدنيئة والشنيئة اللي قامت في الطفل هذه الطفلة سناء 15 سنة الآن ولكن هي هذه 3 سنوات يعني عندها 11 و12 سنة وهي مارسوا عليها التغرير والاغتصاب والجنس يعني شيء يندى له الجبين وهذه الوقفة من أجل إدانة هذوك الوحوش الآدمية اللي كتكون وسط منا وكتمارس هذه الممارسات الدنيئة اللي ما كتمتش لا بالصلة لا بالقيم ديالنا ولا بأخلاقنا وحنا في هذا الشهر الفضيل وأي مرة أخرى ندين ونشجب هذا يعني الحكم اللي كان جائر سنتين غير كافية حنا كندعو بتشديد العقوبات أكثر من هذا طالبنا مرارا وتكرارا لتعديل القانون الجنائي وصل التقاعد ديالو 60 سنة باش كان هذا القانون الجنائي نطالب بتعديل هذا القانون الجنائي ويكون فيه تشديد العقوبات ضد الاغتصاب ضد أنه يكون لعب أو تغرير بناتنا أو أنه يتم اغتصابهم حرام ما وقع لسناء ويمكن يكونوا سناءات أخرى إلا ما كانش يعني الضرب بي 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 يعني بشدة وتكون أحكام حقيقية وتشديد العقوبات ما يمكنناش نمشيو بهذا البلاد القدام لأن هذوك بناتنا وهذوك وليداتنا سواء بنات أو أولاد يتعرضوا لمثل هذه الممارسات ندينه ونطالب بإعادة الحكم يعني إعادة النظر في الحكم هذا الاستئناف يكون ويكون فيه تشديد العقوبات ليكونوا عبرة لكل واحد كيفكر غير شويه انه يقيس بناتنا حنا كنرفضوا ان شي واحد يمس بناتنا ويستغلهم او يتلاعب بهم. مشاركه منظمه بدائل الطفوله الشباب لهذه الوقفه الاحتجاجيه بجانب الحركات الحقوقيه والنسائيه والتربويه التي يعني عبرت عن احتجاجها وادانتها لقرار الحكم في مرحلته الاستئنافيه والذي يعني لم يكن مجبرا للضرر ولا يتماشى يعني مع مطالب الحركه الحقوقيه والتربويه والنسائيه التي ترى انه لابد من تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال وخاصة الاعتداءات الجنسية من أجل حماية الأطفال لابد أنه الحكم ديال الاستئنافي أنه يكون منصف في هذا الاتجاه ويعني يعمل على تفعيل بنود ومواد القانون الجنائي وخاصة أنه بعض يعني الفصول ديالو تتنص بأنه العقوبة الحبسية خاصها تكون ما بين 10 سنوات إلى 30 سنة. الأمر ما يمكنش نستصغوه يعني بسهولة. طفلة أم لطفل اغتصبت وتم التناوب على اغتصابها ويعني أنها حملت وبالتالي أنه ما يمكنش سنتين هذا بالعكس ما هو إلا استخفاف من الحركة الحقوقية ومن كذلك المسار اللي خداته بلادنا في اتجاه ديال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان اللي حقوق الطفل هي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. نأمل أنه الجلسة ديال الاستئناف نقف اليوم أمام محكمة الاستئناف احتجاجا على الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة محكمة الاستئناف بالرباط في قضية اغتصاب طفلة من طرف 3 جنات وبصفة متكررة نتج عنه حملها وإنجابها للطفلة. الحكم نعتبره جد مخفف مقارنة مع الخطورة الإجرامية مع خطورة الفعل وكذلك مع التصريحات ديال المسؤولين بهذا البلد مسؤولين قضائيين مسؤولين في الحكومة حول حماية النساء وحماية الفتيات من كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي أي الاعتداءات الجنسية. الفصل 488 الذي يعتبر أحد فصول القانون الجنائي المتابع به الجنايات الثلاث هو يعني يشدد العقوبة وتصل في هذا الفصل إلى 30 سنة سجنا. كيف يمكننا أن نفسر هذه يعني هذا الفارق الشاسع ما بين سنتين التي حكم بها الجنات وما بين 30 سنة كحد أقصى؟ صحيح أن القانون هو ينظم ظروف التخفيف وظروف التشديد ولكن
التعليل الذي اعتمدته المحكمة يعني لا يتناسب مع هذه القضية، ونعتبر بأن هذه الأحكام المخففة بهذا الشكل بأن من شأنها أن تشجع الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية، العنف الجنسي ضد النساء وضد الفتيات بصفة عامة، وكذلك من شأنها أن يعني تساهم في الاستنكاف عن فضح الاعتداءات الجنسية وعن تقديم يعني الشكاوى بهذا الخصوص. نحن نأمل أن تصحح محكمة استئناف هذا الوضع المختل، وأن تساهم بحكم عادل، حكم يحقق عدالة جنائية لهذه الطفلة ولابنها الذي لا تضمن له مدونة الأسرة الحق في النسب ولا حقه في النفقة، وأن تحقق لها عدالة جنائية سواء فيما يتعلق بالزجر، العقوبة السجنية هي حكمت بعقوبة حبسية، أو يعني التعويض المادي. التعويض المادي يتعين أن يكون كفيلا بجبر كافة الأضرار، أضرار نفسية، أضرار جسدية، أضرار مستقبلية مرتبطة بهذا الطفل وكذلك احتياجات هذا الطفل. احنا هنايا من أجل أولا التضامن مع الطفلة ضحية الاغتصاب، ثانيا مع الأسر ديالها، ولكن الأكبر من ذلك وهو أنه نعبر عن الاستنكار ديالنا لهذا الحكم الابتدائي اللي لا يوازي خطورة الجرم المرتكب في حقها الطفلة أولا وحق الطفولة المغربية بصفة عامة. أملنا أن الهيئة المقرة في الاستئناف أنها تدرك هذه المسألة هذه ويكون هناك حكم زاجر وحكم يعني عبرة لمن لا يعتبر، وخاصة أن بلادنا الدستور يؤكد على هذه المسائل، عندنا اتفاقية دولية يجب الالتزام بها، ولكن قبل هذا وذاك هذه الطفولة هي طفولتنا، شكون اللي غيحميها إلا ما حماتهاش العدالة؟ هذا التحالف اللي جا اليوم توقف امام مقر محكمه الاستئناف اللي صدر منها الحكم على الجونات، هاد الجونات اللي قاموا باغتصاب ديال طفله اللي عندها 11 سنه ولمده 8 اشهر، وهاد الاغتصاب اللي نتج عنه حمل ديال هاد الطفله، ومع العلم ان هذا الاغتصاب خصو ياخذ واحد العقوبه اللي هي يعني عقوبه اللي كتعبر على الجرم اللي داروا، ولكن مع الاسف هاد المغتصبين كاين اللي خدا سنتين، كاين اللي خدا 18 شهر، وواحد يعني تعويض مادي اللي هو هزيل جدا. فاحنا كتحالف ربيع الكرامه وك يعني كنساء كحركه نسائيه رفضوا كل الرفض هذا الحكم الجائر اللي يعني أين هي العدالة التي نحلم بها؟ أين هو مغرب العدالة؟ أين يعني هاد الأشياء هذه كان يعني كان تبرؤوا منها وكان ندوا بها، وإحنا واقفين اليوم من أجل إرجاع الحق لهذه الطفلة هذه ولجميع الطفلات اللي تم الاغتصاب ديالهم في المغرب بشكل عام.